ألف مبروك، وكمان جايب لي إعلانات الثمانينات. يا يا مبسوط يا بابا؟ مبسوط جدا، ألف مبروك، ألف مبروك يا هندي يا بنتي. هندي مين يا بلحج؟ أنا اسمي رانيا. رانيا؟ الله يخرب بيتك، تعالي أبوس إيدك. مشاها هندي، أبوس إيدك، ده لسه قاتل أخوها قدامي. هندي دي فيها 20 لحلوح كمان. حاضر، ما بتشبعيش. ماشي. أنا يابا الحاج اسمي هند، بس بيدلعوني يقولوا لي يا رانيا. ازيك يا هند، وأخبار أبوك أبو رانيا إيه دلوقتي؟ كويس؟ أبويا تعيش أنت يا حاج. تعيش أنت؟ يعني أغمى عليه ولا إيه؟ لا يعني مات. الله يرحمه، يا الله يرحمه. يا ده كنت أنا وهو امبارح بالليل بنلعب استيميشن مش فاهمين حاجة. يا فعلا 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 مات في الزفة واحنا جايين يا بابا. مات قبل الزفة على طول يا عيني. يا الله يرحمه، هو كان سريع كده على طول. طب يلا خش يا أولاد، يلا أوضة الفيران هناك، روحوا اتجوزوا بقى وأنا هبقى أجي أشرح لكم هتعملوا إيه. يلا حاضر يا بابا، تعالي تعالي تعالي. إيه؟ ما تخافيش والله، 5 دقايق هنخرج. لا يا حبيبي، بلا فران بلا ترام بلا شغل جنان، احنا ما اتفقناش على كده. ابوس ايدك والله هيقتلك. لا يا تموره، احنا قلنا زفه ولحد هنا وستوب. لحد هنا وستوب؟ ايه ده؟ لا لا، ده ليله فرحي، يعني لحد هنا ولحد هناك. نعم يا الدلعاتي، بلا هناك بلا هنا يا عالم يا معفنه. انتوا مستتركيني لحد هنا تعملوا لي فيلم احاسيس ومذكرات مراهقه؟ لا يا حبيبي، احنا قلنا هنيجي ناخده على قد عقله، لكن ما دام وصلت لهناك والقط الفيران، اسمع يا حبيبي انا لا مراته ولا اعرفه. الله، وذاكرتي اللي ما انتش غرمانه. انتوا ايه فاكريني من العيال البيجي بيجي اللي بيروح ويجي؟ ابوس ايدك يا بنت. بلا بنت بلا ست بلا اب بلا جد، خد يا حبيبي بارستك المقطعه دي ومفيش سلام. يا رانيا، بلا رانيا بلا دنيا بلا كلام فسكونيا. هي البنت دي مش حافظه غير امثال. ايه البنت دي؟ جايبها من جامعه الدول. قابل بقى. ايه ده؟ يعني انت كنت بتكذب عليا؟ لا يا بابا والله افهمك. بتكذب عليا؟ والنبي يا بابا والله ابدا. بابا لا تبدا. شيكا فوريا. كامل. في تاني. شيكا فوريا. اهرب يا وليد بسرعه هيقتلك والله. قلت لك من هنا. انا ما بحبش كذب. كله لك كذب. لو من الاول قال انا مش متجوز كان عادي، لكن بيكذب عليا؟ محدش هيكذب عليا، انا ما بحبش كذب. شيكافوريا بابا. شيكافوريا بابا، جمهورك ذنبه ايه؟ كذبوا عليا. كذبوا عليك في ايه؟ قالوا ان هم دافعين تذاكر، هم جايين من عواد. شيكافوريا هرخصها ايه اكتر من كده؟ دي ب 50 جنيه. ماريا ماريا. باظ. تعالى بتعيط ليه؟ بتعيط ليه؟ انت قتلت اخواتي. لا لا، دول مش اخواتك، انت فاكرهم اخواتك؟ امال مين دول؟ لا دول كانوا جايين على عرض همبرجر. طب وقتلتهم ليه؟ ما عشان العرض خلص. انت الوحيد اللي ابني يا ابني. انا الوحيد اللي ابنك ازاي؟ ايوه يا ابني. بص، انت عندك كام صباع في ايدك؟ 5. وانا عندي كام صباع في ايدك؟ 5. طيب يبقى انت ابنك ولا لا؟ شفت شفت؟ يلا تعالى، بقول لك انا العيال دي انا كنت بحبها قوي. بابا معايا تليفون. طب ما انا معايا تليفون. لا انا ارد على التليفون. طب ما انا ارد على التليفون. هرد بعد اذنك على التليفون يا بابا. رد بعد اذنك على التليفون. الو، انتوا فين هيقتلني؟ تعالوا بسرعه، 7 شارع المارد. مع السلامه. ايه انت جايب لنا اكل؟ اكل ايه؟ ايه جايب لنا اكل دريفلين؟ نعم دريفلين. يا حبيبي جايب لك اكل دريفلين. يا ابني الوحيد اللي بياخد باله مني، العيال التانيين دول انا كنت بحبهم قوي، اللي هو التخين والطويل دول. شوف لي حد يقول لي نكت يضحكني. ايه؟ هات لي بلحه. بلحه مين؟ بلحه اللي بيقول نكت. اوف، في حاجه اسمها بلحه بيقول نكت؟ بلحه بيقول نكت. لا لا، بلحه بيقول نكت. هجيب لك بلحه. شيكا، هجيب لك بلحه. بلحه يا اهو، بلحه جه، بلحه جه. يلا يا عم. غبي غبي غبي، انا كنت هقول شيكابالا. اتفضلوا اتفضلوا. السلام عليكم. سلام.
انتوا اللي بعتكم الدكتور بهنساوي؟ ايوه يا سيدنا، انا اللي بعت الزفت، خلصونا. خلصونا انتوا اهو. اهلا 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 اهلا، ازيك يا بلحه؟ بلحه؟ مين بلحه دي؟ انت بلحه، مشيها بلحه، الراجل تعبان. يا عم انا ما اسميش بلحه، عيب. معلش مشيها بلحه بقول لك. طيب يا سيدنا انا كويس. ازيك يا بلحه؟ تعالى يلا قول لي نكته عشان متضايق. ايه نكته؟ ايوه اخلص. انا اقول نكته؟ ليش قول له نكته؟ انا راجل صعيدي والصعايده ما يجلوش نكت وكلام مسخ. يا عم قول له نكته، بوس ايدك. يا عم قلت لك صعيدي. يا عم قول له نكته. مره واحد صعيدي مرته خلفت واد ميت، بعديها خلفت توأم، قام ماسك واحد منيهم رميم الشباك، مرته بتصوت قال لها اخلص يا وليه، احنا ما هنقبلش العوض. يعني ايه؟ انا مش فاهم، انا مش فاهم يعني ايه في النكته دي. مش للضحك دي، فيها رساله. رساله ايه؟ احنا تبرعات؟ رساله ايه؟ انا عايز نكته. انت عايز نكته كوميدي؟ اما النكته تراجيدي. طيب انا اقول لك، بالونه وبالون دخلوا مشارع المسانير، البالونه قالت له انا خايفه، قال لها ما تخافيش. يعني ايه؟ انا مش فاهم بتضحكوا على ايه. انا اقول لك نكته ذكيه. قول لي نكته ذكيه. دكتور بنى عماره، قول لي ليه؟ ليه؟ عشان يسكن فيها الامه. يعني ايه؟ عايز كتالوج شرح ده ولا ايه؟ طيب نفس الدكتور اتقبض عليه، قول لي ليه؟ ليه؟ بنادول اكسترا. اتزخانه يعني ولا ايه؟ داي. انا مش فاهم، انا عايز اضحك. قول له نكته. تعالى تعالى يا حاج، قول له انت نكته. تعالى. ايه ده انت بلحه؟ اه ده كان نخله. ايوه وده بلحه، ده اللي وقع منك. ايوه. طب هز تاني يمكن توقع لنا واحد تاني. ايه 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 هز هز. طيب ايه؟ انت بلح؟ اه يا حاج. ازيك يا بلح؟ الله يسلمك. تعالى قول لنا نكته. اقول لك نكته؟ اقول يعني؟ واحد ماشي والدنيا برد والجو عمال يمطر، شاف قطه صعبت عليه، شالها وطبطب عليها، روح بيها البيت، خبط مراته فتحت، قال لها شايفه القرد؟ قالت له قرد ايه يا راجل، سلامه الشوف، دي قطه. قال لها ما بكلمكيش انت. ايه؟ ما بيكلم مين؟ بيكلم مين ايه؟ بيكلم مين؟ انا مش فاهم. انت عايز انا بقيت غبي ولا ايه يا حاج؟ نكت اهي. بقول نكت. عايز نكت حلوه؟ خش هنا، حط ايدك هنا جوه. هنا في نكت؟ هتلاقي النكت الحلوه كلها هنا. موجه كوندي. كوندي. يلا ايدك. خش هنا. لقيت النكت ولا لسه؟ ايه افش افش. انا مش مجنون. مجنون؟ انا مش مجنون يا بابا. يا وليد انا مش مجنون. بقول لك ايه يا وليد؟ ايه؟ غالبا ابوك عيان. مش قادر اصدق اللي بيحصل لك يا بابا. بقى ده بابا اللي عقله كان يوزن بلد؟ اللي كان يقعد وسط الناس يحكم ما بينهم، يتجنن ومخه يطير ويقتل اخواتي؟ انا مش قادر اصدق. ده اكيد ده غضب من عند ربنا. ارحمنا. عجبك العسل؟ لا عجبني الدخان. يا ابني ليه يا وليد؟ جبت الافكار الجهنميه دي منين؟ إيه؟ هو انت لسه شفت حاجه؟ لا بس كده يا جماعه غلط، انا بابا صعبان عليا، ده ممكن يتجنن بجد. يتجنن ايه؟ ما يصعبش عليك غالي، ابوك ده عنده فلوس على قلبه قد كده، لما تعرف عنده فلوس قد ايه مش هيصعب عليك. انا بس نفسي افهم انت ازاي خليته يقتنع ان هو قتلنا؟ كله بسبب حبوب الشيكافوريا. حبوب الشيكافوريا دي بيحطها له الدكتور بهنساوي في الاكل والشرب. يحصل له تخيلات، هيئات، الناس تفتكروا اللي هو مجنون، نوديه مستشفى المجانين، نحجر عليه وناخد كل فلوسه. ايوه بقى، فلوس تعلي توطي، تعري تغطي، تسيبك تجيبك وتخلي كل الناس حواليك. ايوه ايوه. هي هي عالسقفه. هي 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 تسيبك تجيبك وتخلي يا روما يا روما.
ما السلام عليكم يا عم البني ادم. وعليكم السلام. المكبسات مايك الشباب لحد ما هي بتعدي من هنا؟ لسه معديه من شويه. متشكرين يا عم. بسم الله. في بدايه الكلام يا منى احب اقول لك حاجه مهمه جدا، ان احنا لابد من وجود بنيه تحتيه. البنيه التحتيه دي مش هتكون تحتيه انا بس، بل بالعكس هتكون تحتيه وتحت كل واحد من الناس اللي قاعده دي. وان شاء الله ان شاء الله عمرنا ما هنرجع لورا ابدا تاني يا منى باذن الله. وفي كل حي ولد عتره ورا. صبي حنان وكلنا جيره وعشره واهله وخرفان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تردوا السلام، دي قلة أدب. انتوا جايين تتفرجوا على كفرة؟ يا أيتها الأم المترملة، يا كل من فقد الأب والأخ، يا كل ضحايا الحروب، املأوا الأرض والسماء بميكروباصات السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العب يا عم السادات. بقول لك والنبي يا عم السادات، البس لنا ام قميص واقي عشان الخربقه شغاله على ودنه اليومين دول. محدش ضامن تيجي تشد نفس من ام الجوزه دي يطلع نفس منفخخ ينفخخنا كلنا. معلش احنا بنتفخخ بس. انا بقول يا جهاد وري. ابويا نصحني وقال لي امشي على قدك، وفصل الثوب يكون مسبوك على قدك. يا رجب رجب حوس صحبك عني، رجب حوص صاحبك عني، صاحبك جنني. لا 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 لا. صباح الجنان يا عمر المشاهير. صباح الجنان. صباح الخير يا بلدي. صباح النور يا دكتور. انا معاك طبعا. الجنان اولا. نعم الجنان اولا، ثم الدستور، ثم الانتخابات الرئاسيه. بالكتابه. صباح الخير يا سادات. عبرت السرير في كام ساعة؟ في 6 ساعات. ازيك يا قرموطي؟ قرموطي حف. احنا اتهنى في أم المكان ده. تعالالي هنا تعالالي. أنت خلاص لبست البلط وبقيت دكتور تقول لي قرموطي حف؟ ليه يا ربي دخلتني مستشفى المجانين؟ ليه ما دخلتنيش تجارة إنجليش؟ والله هموت وأخش. صباح الخير. ازيك يا قرع؟ اخرس. صباح الخير يا لمبي. انت مين؟ انا الدكتور بهنساوي يا لمبي. مش فاكرك يا انت حصلت المجتمع وطفله الحشره يا حمار. ربنا يسامحك يا لمبي. عايز سامحني؟ مالكش دعوه انت. ماشي ماشي يا لمبي. منير بحبك بحبك يا منير. لو فيه راح تنجرح لازم تكون واقف كما البقفي باصص للسما. بقول لكم ايه؟ في ضيف مهم جاي لنا النهارده، عايزين كلنا نرحب بيه. نرحب مين يعني؟ هيبات فين ده؟ انت طول عمرك كده اعمى القلب والنظر والحواجب. منيمه فين؟ منيمه في قلب الكنيف. اخرس يا لمبي اخرس. دخلوا المريض. ادخل يا مجنون. انا مش مجنون. ادخل يا مجنون. انا مش مجنون. انا مش مجنون. انا مش مجنون. لا انت مجنون. انا مجنون. ايوه انا مجنون. اه انا مجنون. ايوه انا مجنون. انت مجنون. هو ده العنبر اللي انت هتقضي فيه بقيه حياتك. ايه رايك؟ هو ده. هو ده الشيكافوريا. لا ده انا اللي اخترعت الشيكافوريا. بقول لك ايه يا دكتور، ما تسيبك من عنبر المشاهير ده، عنبر الاعلاميين مولع. ليه خير؟ مجد الجلاد ماسك في باروكه ريم ماجد، وعمرو حمزاوي بيقول ليسري فوده اديني بوسه حنك.
وعماده دي بيقول لهم بهدوء تعالوا ورايا. الله يا دكتور ورايا. ما تبقاش عنيف كده، انا عايزك تهدى كده عشان ناخد ونبني مع بعض السكينه بالحلاوه مع بعض. لو انت بالحلاوه. انت مين؟ انا اللمبي. اللني؟ اللمبي. اللني؟ اه. يا باشا انا عايزك تهدى كده وتخليك ريلاكس. الراجل اللي جنبك لما جه هنا كان عصبي كده، بس حط الدبله وحط الساعه، حط سجايره والولاعه، علق حلمه على الشماعه. علق حلمه على الشماعه؟ ده مجنون ده ولا ايه؟ شد الحاف الشتا على كرشه، درع عيونه يزيد كرشه. ما شربش عندك برتقان. هو مين؟ ايه ده انت شايفني؟ اه شايف. ثانيه واحده اوريك اللعب اللي على اصوله. يا سلام. ني 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 شايفني؟ اه شايف. يا الحجاره باظت ولا ايه؟ طب والنبي ساعدنا، انا زي اخوك. اقول ني 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 قول لي بللم. اقول لك ايه؟ بللم. حاضر. يلا. ني 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 بللم. شايفني؟ اه. ابهرته ابهرته. الله. المكان اللي اوف مكانك، اوف مكانك. انت بتتكلم مع رئيس الجمهوريه ولا انت صليب؟ انت من الارزاق. انت مين؟ انا الرئيس محمد انور السادات. انت السادات ازاي؟ السادات انت يا دوبك تبقى اس اس. السلام عليكم. طب اس اس. انا بحب المكان ده قوي. الله. الجنان، الجنان هو الحل الرئيسي للمرور بمصر من هذا المنعطف الذي تمر به حاليا. والنبي يا عم انت بتيجي وقت الجد وتخلع، اتكل على الله. نعم، الخلعان. الخلعان هو الحل الرئيسي للمرور بمصر من هذا المأزق الذي تمر به حاليا. اكتبها في تويتر وابعتها لمنى. يلا اتكل على الله. تويتر هي الحل الرئيسي للمرور بمصر من هذا المأزق. مالك؟ في ايه؟ ايه ده؟ انت مين؟ انا حمدي. وانت مين؟ انا حمدي. حمدين؟ وده اكيد حمدين صباحي وده حمدين مسائي. لا، حمدين واحد مننا. لا بص، ما دام رشحت نفسك رسمي مش هقدر اتكلم، بس ابقى ادور على الايباد بتاعك. ها يا ده حلو قوي المكان ده. رجب. يا رجب اللي يسمع كلمة أمه شو بنقله، اللي يسمع كلمة أمه شو بنقله، شاطر شاطر. لا 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 لا. انا بحب المكان ده قوي، انا هعيش فيه بقيه السنه ونص اللي جايين. يا طب انتوا هتعملوا ايه دلوقتي؟ احنا هنصور فيلم. هتصوروا فيلم؟ ايوه. فيلم ايه؟ عماره يعقوبيان. عماره يعقوبيان بتاع الاستاذ علاء الاصواصي. ايوه. نعم نعم. انا معاكم معاكم. حسنا، الان كل ياخذ مكانه، المصور والمخرج واللي هيقول اكشن وكده. تفضلوا يا ساده. يلا عماره يعقوبيان المشهد الاول اكشن. شيكي ليلي فولانا زمان الموضة كانت بتنزل في وكالة البلح قبل باريس. شيكي ليلي فولانا يا باشا
الحاجات اللي انت عايزها مني دي عيب وحرام، وربنا هيقلبنا قرود بسببك، فابعد عني دلوقتي. انت فاكر ان انا وانت بس اللي كده؟ انت بس اللي كده، ما تجمعش. بل بالعكس، بالعكس، هناك الكثير هكذا بداخل مصر وفي خارج مصر ايضا. هكذا ازاي يعني؟ انت عارف، اقول لك على حاجه، هتحس ان انت عايز تعمل حاجات لذيذه قوي قدام. حاجات لذيذه؟ ده انت ربنا هيحرقك. ليه؟ هو انا طالب منك حاجه حرام او عيب لا سمح الله؟ امال انت عايز ايه؟ انا عايز سيجاره. ده انا فهمتك غلط خالص. طيب. الأمارات بقت تنزل من فوق ومن تحت كبنهات، احنا في زمن البيبي. اوه شيكي ليلي فولالا، شيكي ليلي فولالا. الله الله الله، انا عايز امثل معاكم النبي. عملني مفيش تمثيل. انا عايز امثل. مش هتمثل معانا. اشمعنى انتوا بتمثلوا؟ هو كده انا عايز امثل. لا ده مفيش تمثيل. انا عايز امثل. اهدي يا منى، اهدي يا منى. انا عايز امثل مع بقيه الزملاء. انت مش هينفع تمثل معاهم. لا انا عايز امثل. لا مش هينفع تمثل معاهم. اشمعنى يعني؟ علشان هم اشهر منك. لا انا اشهر منهم. لا هم اشهر. انا اشهر. هم اشهر. انا اشهر عبالي. انا عايز امثل. عايز تمثل؟ اه. يبقى لازم تتكهرب. لازم الكهرباء؟ لازم الكهرباء. انا بحب الكهرباء. هتروح على اوضه الكهرباء بسرعه. الكهرباء. روح وصلي على النبي. يلا يلا يا اخوانا مجانين، عايزين نصور كليب باين. والنبي يا عم السادات فكك من ام الجورنان ده وخليك معانا. معلش يا ارمط، فيه سؤال محير ام. خير؟ بيقول لك ايه؟ اذكر الفرق ما بين مصباح علاء الدين ومكياج المرأة. الفرق ما بين مصباح علاء الدين ومكياج المرأة؟ آه. مفيش فرق، الاتنين تمسحهم يطلع لك عفريت. على دماغي. وبعدين ما تركبناش عفريت، تعال شوف معايا كليب بايت عمك منير. يلا نضرب. يلا يا عم منير. يلا. انا جاهز اعمل كليب دلوقتي حالا. يا مني اعمل الكليب منير لو سمحت. يا عم ابعد عني بقى يا عم. الله، انت مش عاجبك حد في المكان ده غيري؟ لكن صراحه انت كنت وعدني يا منير. خايف اوعدك ما وفيش. ليه ما توفيش وليه ما فيش؟ والله انت هتموت موته وحشه. لماذا؟ والله هتموت زي سليمان الحلبي في الاخر. هتموت على سجاره. مفيش سجاير يعني. اه يلا يلا عشان هنعمل كليب. تمام الكليب هسقف لك. يلا. اه سقفت لك. يلا يا لمبي. يلا. يلا الكليب. ليه يا دنيا الواحد بنقرب من ناس جربانة. يا دنيا الواحد بيهرش من ناس عيانة. ليه دايما نهري لنزق ونجري. ليه ناخد بلحة من النخلة ونسيب النخلة جعانة. أول ما بنركب بنلم الأجرة لينا. وأول ما بننزل بيدوس لسطالينا. بعد ده كله نعيب على الدنيا واحنا لعبنا لينا. يا ولد ما تقولش من النهارده مفيش دكتور، انا الدكتور. امال انا ايه؟ انت الكلب بتاعي. آه. قول هاو 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 هاو. لا هاو واحده، انت هتطول دورك ولا ايه؟ قول هاو 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 هاو. انا اللي همثل لوحدي، محدش هيمثل معايا. حسنا تفضل. ما مالكش دعوه بحسن. حسنا ايه؟ مالكش دعوه، انا همثل لوحدي. بس كل الادوار. اهرب اهرب اهرب. بس لوحدي. اك 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 ايه؟
انا لا اقول اكشن واقول كل الحاجات. اكشن مالكش دعوه. بابا انت ليه يا بابا بتعاملني كده؟ هو انا مش ابنك ولا ايه يا بابا؟ بس يا ولد يا قليل الادب يا كلب يا ساقط يا ابو ملحق. يا بابا ده هو ملحق واحد بس يا بابا، صحابي جايبين ثلاث ملاحق واربع ملاحق. بس يا ولا يا قليل الادب رد على ابوك عدل يا ولا. والنبي يا ماما مالكيش دعوه انت يا ماما. ايه ده يا كلب بتقول لامك مالكيش دعوه؟ يا بابا ده الكلام ده بيني وبين ماما، وماما ما بتزعلش مش كده يا ماما؟ ماما ماما رد عليا يا ماما، رد عليا يا ماما. بابا ماما ماتت يا بابا. بابا بابا رد عليا يا بابا، رد عليا يا بابا. بابا وماما الاثنين ماتوا، انا لازم اروح لعمتي واقول لها على اللي حصل ده. تاكس وديني لعمتي بسرعه يا اسطى. شكرا يا اسطى، شكرا يا اسطى. كامل حسابي يا اسطى. يا اسطى يا اسطى رد عليا يا اسطى، رد عليا يا اسطى. ده ايه الفيلم اللي كله موت ده؟ هطلع لعمتي اقول لها بقى. ياه عمتي فوق قوي. عمتي ازيك يا عمتي؟ بابا وماما وسواق التاكسي التلاته ماتوا يا عمتي. عمتي عمتي رد عليا يا عمتي، رد عليا يا عمتي. انا لازم اروح ابلغ البوليس، لازم ابلغ البوليس. بس هركب ايه؟ هركب ايه؟ سواق التاكسي مات، اعمل ايه؟ اركب الحصان ده. يلا يلا يا حصان يا حصان يا حصان رد عليا يا حصان. يا انا خلصت المشهد. يا ترى ايه راي الجمهور؟ يا جمهور يا جمهور رد عليا يا جمهور. واحد مسكين اسمه رجب، روح بالليل لقى مراته بتخونه، قال لها ايه ده بتخونيني؟ قالت له ايه ده خضتني؟ قال لها كل ما تخونيني هاخد. يا ايه اخرك زماره ولا ايه؟ ادخل يا مجنون. ايه ده في مجنون جديد؟ ادخل يا مجنون. انا مش مجنون، مش مجنون، انا مش مجنون. وده عنده ايه ده؟ ايه ده انت مالك؟ انت مالك؟ مش انا الدكتور؟ لا انا الدكتور. انت ايه؟ انا الكلب. ها قول ايه؟ هاو 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 هاو. ايه ده ماله عنده ايه؟ عنده الفاسكونيا دي شيكافوريا. ايوه ده انا بتاع الشيكافوريا. تعالى لي تعالى لي. مالك؟ ايه ده شريف منير في الجبنه؟ ما عرفتش يبيع برضه ولا ايه؟ مين؟ انا وليد ابنك يا بابا. وليد؟ وليد ابني؟ ايوه يا بابا. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي لك عشان تسامحني يا بابا. هو انا موت اخواتك؟ لا يا بابا ما قتلتهمش. يعني انا ما قتلتش اخواتك؟ لا احنا اللي عملنا فيك كده. وخدت عقاب يا بابا، حطوا لي هم كمان حبوب الشيكافوريا، بقى يجي لي هلاوس وهواجس. يعني انا ما قتلتش اخواتك؟ لا يا بابا. وهم عايشين؟ ايوه. وانتوا كنتوا عايزين تجننوني ودخلتوني المستشفى دي؟ سامحني يا بابا. اسامحك؟ اسامحك ليه؟ انت عملت ايه؟ اللي هنا دول مش مجانين، المجانين هم اللي بره. وحبوا يحافظوا علينا فدخلونا جوه هنا عشان ما نتلوث بالمجانين اللي بره. اللي بره هم اللي بيحدفوا المولوتوف، وهم اللي بيقطعوا الطرق، وهم اللي بيولعوا في العربيات، وهم اللي مبوظين الجامعه. وكل ده عشان كرسي. لكن اللي هنا هم اللي عاقلين، وانت يا وليد مالكش مكان في وسطينا. اتفضل اتفضل من غير مطرود. يا عم 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 يا
بدكش ولا مشرب ولا مشرب الليلة مفسح جماعي وعشرة يابا على عشرة سياسي كوميدي اجتماعي تياترو مصري دي مصري تياترو وتعالى شوف رواياتك كترو تياترو مصري دي مصري تياترو وتعالى شوف رواياتك كترو كفاية غم وحرق الدم عايزين نرجع ضحك زمان عايزين نفك شوية يا عم وادي الجواب بان بالعنوان كفاية غم وحرق الدم عايزين نرجع ضحك زمان عايزين نفك شوية يا عم وادي الجواب بان بالعنوان وتعالى شوف رواياتك كترو تياترو مصر مش توكشو ولا مشرب ولا مشرب الليلة مفسح جماعي وعشرة يابا على عشرة سياسي كوميدي اجتماعي تياترو مصري دي مصري تياترو وتعالى شوف رواياتك كترو تياترو مصري دي مصري تياترو وتعالى شوف رواياتك كترو تياترو مصري انت يا عم الكتب دي كلها عناكب وصراصير وما حدش بيعمل اي حاجه في المكتبه دي خيري انا بقى اطلع كتب وانا بدخل كتب واتبهتل انا انما هو ما عملش اي حاجه مخلصه فانت ده فالح بس يقعد يقول لي ايه يا انا وانت ايد واحده انا وانت ايد واحده عامل زي بتوع المظاهرات يقعد يقولوا الشعب والشرطه ايد واحده الشعب والجيش ايد واحده ومحدش عارف الايد التانيه بتعمل فينا ايه الله العظيم مبهتلنا معاهم وحاجه قله قيمه انا كنت محترم عن كده انا ايه اللي كابني هنا اصلا مش فاهم اي حاجه مين انت مين انا جلده مش فاكرني يا جلده لا مش واخد بالك يا ابني مش فاكرني انت مين يا عم ودخلني بلال الحلمية مش فاهم حاجة يا ابني دي ماله وبنقول ركز في الوش يا ابني وشك ما فيهوش حاجة ركز فيها يا ابني افتكر مش انت ليك اخ سافر زمان الزقازيق ايوه وما حدش يعرف الحكاية دي غير انا واخويا اهو وانا عارف يبقى انا مين تكونش انت سوال بجول وده الزقازيق الله يخرب بيتك يا ابني ركز شوية هركز هركز مين يعرف ان انت وانت صغير كان عندك حسنة في بس ما حدش يعرف ان كان عندي حسنه في ودني غير اخويا وانا عرفت يبقى انا مين تكونش انت الدكتور اللي ولدتني يخرب بيتك والله عايز اساعدك بس قول لي اسئله اسهل من كده هبسطها لك على الاخر ماشي يلا مش انت بتبعت جوابات لاخوك اللي في الزقازيق ايوه وما حدش يعرف الحكايه دي غير انا واخويا وانا عرفت يبقى انا مين بس يبقى انت اخويا يا غبي انا البوسطجي اللي ببعت الجوابات لاخوك ولما انت البوستاكي مسطعني وكاي ليه عامل لي دخله وقرفني وبتاع وانا ببيع الكتب ليه قرفني ليه يا عم زهقنا من جواباتك حد يكتب جواب 80 صفحه يا عم انت مالك انا بحب اخد وقتي مع نفسي ما تكلمه يا اخي ما تكلمه في الموبايل بتاعي احنا ليه يا عم اخويا بيحب يسمعني انت مالك
الله يخرب بيتك. سيبني والنبي عشان عايز ابيع شويه الكتب دولت. الله يصلح حالك. هي دي مكتبه مخلص بقى اللي انت عمال ترجع عنها في الجوابات؟ اه هي دي مكتبه مخلص. ورميك ايه الكتب ليه؟ مش فاهم. بص انا قلبي ارتاح لك وعايز احكي لك. اصل مخلص ده نتل قوي 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 قوي. مش عارف سموه مخلص ليه. ابوه قبل ما يموت قال له اوعى انت مخلص، اوعى انت مخلص تبيع الكتب. قال له عيب يابا، عيب انت ابويا موت وانت مرتاح. قال له انا موت. قال له موت يابا. ابوه مات كده. قال يلا نبيع الكتب ونفتح محل موبايلات بقى وتلعب معانا. انت برضه هتقعد ترخص يا جواباتك؟ اسكت بقى شويه يا عم. ما طب اقول لك حاجه. موقف نتالا ليه تاني؟ اه قول لي. يعني مخلص ده عمل ايه اخر حاجه نتالا عملها معاه؟ هقول لك. ابوه قبل ما يموت على طول طرده من البيت. ام مخلص خرج بره البيت وكتب عليه مكتب الارشاد وبلغ البوليس. نتل سياسي قوي. انتوا كلكم اندال اصلا. يلا يا عم روحي. على الله تبعت جوابات تاني. يلا ادخل كده وانت شبه سقراط. يلا يلا اشكال مش عارف بيكبوها منين. يلا يا كتعم حد يشتري منا اي كتاب كده ولا نعمل اي مصلحه. ايه ودي كتب حد؟ اهلا صباح الخير. صباح الخير يا مخلص. اهلا صباح الفل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يلا جلده. ايه يلا؟ ها ما خلصناش من الكتب اللي قلت لك خلصنا. لا 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 انت عارفني اخلصك. ما انت عارفني افهمها في كل وقت. افهمها وهي طايره وهي بتعوم وهي بتسوق. انت اصلا مبهور بدماغي عشان كده بتكبنا اشتغل معاك. تقعد تقول لي يخرب بيت دماغك. يخرب بيت دماغك. انا مش عايز رغي. تمام. انا عايز اخلص الكتب اللي في المكتبه دي. عايز احول المكتبه دي بقى اخيرا للمشروع اللي انا بحلم بيه، مشروع الموبايلات. يلا وانت يا جلد هتساعدني برضو في الموبايلات. ربنا يخليك يا ريس. يلا تبيع معايا شويه الكتب دول وبعد كده الباقيين دول هنخلص منهم. خلاص انا هقول اي كتاب انت تقول بنص. ماشي يا ريس. وعي كتاب بنص جنيه. ليه بقى بنص جنيه؟ عشان تاخده وتتعيلي تعوه حلوه بدل ما تاخده باتنين جنيه وتدعي عليها تعوه وحشه. يطلع له واحد فلوته يقول لي هو في تعوه حلوه وتعوه وحشه. اقول له ده موضوع كده. ولا تعال 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 انا بفهمهم. بس هم فاهمين كل حاجه ما شاء الله. مالكش دعوه انت. تمام. انا اقول اي كتاب انت تقول بنص جنيه بس. تمام. نص جنيه. وعي كتاب بنص جنيه. ليه بقى بنص جنيه؟ مش ده موضوعنا. موضوعنا رد على الفلوته اللي سالني من شويه هو في تعوه حلوه وتعوه وحشه. ولا ولا بنص جنيه بس ما تقولش حاجه تانية. اه ها تمام. عارف لو قلت اي حاجه تانية انت حر. واي كتاب بنص جنيه. 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 كده بقى ب 80 جنيه يا ابني. انت كده هتطفش الزباين. بس انا قلت بنص جنيه بس. لا ما تقولش حاجه. بص قول انت اي كتاب وانا اقول بنص جنيه. اي كتاب بنص جنيه. ليه بقى؟ لان انت لو خدته بنص. بص شفت بتضايق ازاي؟ بتصدع. بقول لك احنا مش عايزين نبيع لا بنص جنيه ولا اي حاجه. طب. بس عندنا كتب مهمه ممكن تتباع والله. نشوي قصر الشوق بنص جنيه. السكريه بنص جنيه. طبيبك الخاص بنص جنيه. لا طبيبك الخاص بنص جنيه ايه؟ لا 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 ده احنا كنا بنقف عليها طوابير يا ابني. ده كان زمان. دلوقتي من على النت تنزل طبيبك الخاص يقعد جنبك يحكي لك كل حاجه. يعني مش محتاجين نبيع الكتب. مفيش الكلام ده. انا قلت لابويا بقى الله يرحمه ايه حكايه الكتب دي؟ خلاص ادمي تو ما سمعش الكلام وقال لي حافظ لي على المكتبه. مكتبه اللي حافظ عليها؟ إذا كنت ما حافظتش عليه هو نفسه حافظ على المكتبة. نتل. نتل يعني مين ده؟ أبوك يعني. شوف عايز المكتبة تقعد. حتى بعد ما يموت عايزها تقعد. بص أقول لك إيه، خد الكتب دي وشوية الكتب اللي في المكتبة كلها هلا كلها وعايزك تديها لبتاع الروبابيكيا. تمام. ماشي. عامل حاجة تاني؟ عايزك تروح للواد سيد رنة. أنا متفق معاه هيبعت معاك سيديهاية عليها رنات جديدة لسه ما نزلتش مصر عشان أي حد بقى نزل له رنة نعمل له سكرين نظبط شغلنا بتاع الموبايلات بقى. طب أنا بس هفهم حاجة صغيرة قوي. أنا أروح الأول بتاع روبابيكيا ولا أروح الأول سيد رنة؟ عشان ما أروحش أنا بمساكي فأنت تقعد تقول لي أنت بتصرف من دماغك وأنت مش عارف. لا أنت تفهمني كل حاجة وأنا مش خلص. نو نو نو. هتاخد الكتب هتروح لمين؟ هروح لسيد رنة؟ لا هتروح لبتاع روبابيكيا هتديهم له هتجيب الفلوس هتروح لسيد رنة تجيب من عنده السي دي. يا سلام. مش عايز ولا كلمة. يلا يا سلام دي سهلة قوي دي. أروح أنا لبتاع الكتب وأقول له بتاع ألحق أتكلم وأنا ماشي مع نفسي كده. أنا مستحمله ليه؟ أنا مش فاهم مستحمله ليه؟ مخلص مخلص. ازيك يا مخلص عامل ايه؟ ازيك يا وزه عامله ايه انتي؟ الحمد لله. انا اجرت فستان الفرح اخيرا. كويس ان انت لحقتي قبل ما نعمل الفرح النهارده. هو
هو انت بتعمل ايه؟ انا بصفي المكتبه بقى، هحولها هحولها لمحل موبايلات. يعني تصفي مكتبه ابوك وتفتح محل موبايلات تحط فيه القرشين اللي حيلتك وفي الاخر بنخسر وما نلاقيش حاجه؟ حرام عليك، ده احنا فرحنا النهارده. ايوه، بدل الفرح هيبقوا فرحين، فرح انا وانتي وكمان المشروع الجديد بتاعنا بقى اللي هيكسر الدنيا. خلاص الكتب ملهاش اي لازمه. ايوه بس المكتبه معروفه وليها اسم، وانت بكده بتحط اسم باباك في التراب. اذا كان بابا نفسه بقى في التراب جت على اسمه ما يجراش حاجه. وبعدين انا عايزك تقفي جنبي يا بنت، عايزك تقفي جنبي. انا الشبكه اللي كنت جايبها لك بكام؟ ب 10000 جنيه. حلو، 10000 جنيه دي من فتره يعني زمان، دلوقتي الذهب بقى ب 25000 جنيه. 25000 جنيه دول يظبطوا لي المكتبه تبقى محل 100 100. بص احنا هنبيع الذهب ده وبالنص، انت 12.5 وانا 12.5، اوضب بيهم ونبقى 100 100. نعم يا عينيا. انت قلبت على فيفي عبده مره واحده ليه كده؟ مخلص دهب مش ببيع ولا بسلف، لما نتجوز يا حبيبي النهارده ابقى افكر، مش من اولها داخل لي على طمع. تجهز يعني ويجي لي في الميعاد. قال نصهم قال مش كفايه انك هتتجوز وزه؟ عارف يعني ايه وزه؟ وزه يا ابني. ايه وزه؟ بتبيض يعني ولا ايه؟ طب وبعدين؟ كويس ان هو دهب صيني ونخلص منها الحمد لله، بس مفيش حل غير الوضع عربي. ولا عربي ولا عربي. نعم نعم يا مخلص، عاوز ايه؟ تعال عربي، تعال تعال عربي. يعني تعرف طبعا ان انا فرح النهارده يعني. يا بختك يا اخي، بقى تاخد وزه اللي بحبها مني وتخطبها وتتجوزها كمان، ومش عايز نزعل منك. انت شارب جاز ولا ايه؟ يعني هو طبعا فرح النهارده ومحتاجك يعني في حاجة، أنت استعديت مثلا الفرح؟ عارف وعملت حسابي. عملت حسابك إزاي؟ جبت إزازتين بيرة تركيز 10% عشان أول ما أسمع الزفة بتاعتكم معدية وبتعمل تم تا 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 أشرب بقى واسكر وأنهار زي الأفلام، وتنزل أغنية أعذريني في يوم زفافك ما قدرتش أفرح زيهم عشان ما خطرش في يوم في بالي إن أبقى واحد منهم. وبعد كده وخبط الكوبايه في الحيطه تنزل تتدغدغ مليون حته، وامي تقول لي كده كسرت الكوبايه يا حمار. اقول لها بقى تاخدني في حضنها وتطبطب عليا وتقول لي ما تعملش في نفسك كده ضنايا، اللي بيعك بيعه، بكره اجوزك ستها. اقول لها ايوه يا اما انا لازم اتجوز ستها عشان ابقى راجل ستها. واقعد ابكي بقى. بعد كده اقعد ابكي انا بقى. يا ظالم يا ظالم يا ظالم. ايه المونولوج الطويل ده يا ابني؟ ولا محتاج تعمل اي حاجه من دي، ولا تكسر كوبايات ولا تشرب بيره ولا اي حاجه. بص يلا انت برضو صاحبي وانا هعمل معاك واجب. انت بتتكلم بجد يا مخلص؟ وانا لسه قلت هعمل معاك واجب. هو بص انت ايه، انا كنت شاري للبنت وزه شبكه ب 25000 جنيه، ادفع انت 30000 جنيه يا معلم واديك وزه واعمل لك تنازل في الشهر العقاري. انت بتتكلم بجد يا مخلص؟ ايوه. قلب الصغير لا يحتمل هذه المفاجآت. عيب يا ابني، انا عمري هضحك عليك. غير كده بقى، بدله الفرح هديه مني ليك. والله بجد؟ ايوه، انت هتروح للراجل الترزي هتدي له 3000 جنيه وتاخد البدله. الف مبروك يا عربي. حقيقي انت اخ وحقيقي انت عبيط. بس ايه ده؟ نمرة غريبة. احضر عند المطار عشان تستلم السي دي. كلمة السر الحياة حلوة، لا الحياة حمراء. ايه ده؟ اكيد سيد رنة، بس سيد رنة انا مسجل اسمه. امال ده اسم مين؟ دي نمرة مين؟ مش اشكال ولا جلده. جلده طلباتك يا مخلص، امرك يا مخلص، امرنا مخلص، لين اجيلك على طول يا مخلص. انت بتنت يا مخلص ولا ده؟ انا بنده، انا بنده. بص انت رحت للسيد رنا؟ لا كلمته بس طلع تليفونه مقفول، او ربما يكون مشغولا، او ربما يكون خارج نطاق الخدمه، او ربما هو يكون قافله مثلا وباخد دش. يعني 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 عموما انا بفترض يعني. لا ما تفترضش، اصل الافتراضات مش هتخلص، ممكن اقعد جنبك يومين هنا. صح. هو واضح ان غير نمرته وبعت لي رساله قال لي اروح استلم السي دي من عند المطار، بيقول لك تحت المظله كلمه السر الحياه حلوه، لا الحياه حمراء. هو قال الحياه حلوه لا الحياه حمراء؟ ده بيهزر بقى. بيهزر.
والله اروح انا بقى اجيبها لك ولا انت تروح تجيبها؟ ما انا مش هينفع اروح اجيبها عشان الفرح بتاعي. لا وانا صاحبك ده بضفاير تقعد انت زي البرنس تجهز الفرح، اروح انا اجيب لك السي دي هاي. ماشي يا عم، وانت برضو روح معاه فهمه هيعمل ايه بالظبط. زي ايه؟ طب تعالى انت قول لي في الطريق برضو عشان ما انساش. بص انت ما تروح له هتقول له الحياه حلوه. تمام. هو يقول لك لا الحياه حمراء. قول له فين السي دي؟ انت رغاي قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل فرح تبوظه. امشي 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 يلا نستأنف الفرح. افرح يا عروسة على العريس. يا عروسة يا عروسة على العريس. الروسي يا عروسة على العريس. النبي يا عروسة على العريس. النبي يا عروسة على العريس. يلا يا عروس هدي حبيبي. يلا يلا يا مشكرين قوي يا جماعه ان جمالكم في الافراح. الف مبروك يا وزه يا بنتي، الف مبروك. مبروك على ايه بس يابا؟ هو إيه؟ مخلص فين؟ انا عارف مخلص فين وهقفل موبايله من الصبح. طب مش عارفه اعمل ايه. تعبان ليه؟ انا حذرتك منه الف مره. العريس وصل وانزل يا جميله. مبروك يا وزاد يا موجتي، همشي علينا كل حته في جتتي. انت بتعمل ايه هنا يا عربي؟ مخلص لو جه هيبهدلك. يبهدلني ليه؟ ما واخد الشبكه بتاعته وفيها خمسه زياده، وقال لي حلال عليك وزه بالهنا وبالشفا وكلها بقى وكده، وعمل لي توكيل في الشهر العقاري. يا مزرتي توكيل؟ توكيل بالبوس وبالاحضان وبال خلاص بقى خلاص بقى يا عم انت. انا قلت لك مخلص ده نهدل من الاول، ما صدقتنيش. دلوقتي احنا ما قدمناش حل غير احنا نقبل بالرجل التنين ده عشان الفضيحه. فضيحه؟ فضيحه ايه؟ العروسه حامل ولا ايه؟ ده مخلص مفهمني ان هي فابريكا جوه وبره، استعمال طبيب يعني. طيب يا ابني هو ما ضحكش عليك ولا حاجه، كل بقى في الموضوع ان العروسه ها كسره زيرو مش اكتر. مبروك يا عربي، الف الف مبروك والله. تمام يا ضوء يا مزيكا. الصوت يا عم انت هو، الصوت يا عم انت هو. خطيبتي وراحت لصاحبي صاحبي بالهنا والشفا شفا والبس وافرح يا عروسه على العريس. جبت لك ايه بقى معايا؟ ها جبت لك السي دي او الاسطوانه المتمجه حسب ثقافه كل حد. في ناس بتقول عليه سي دي وفي ناس بتقول اسطوانه متمجه، انما في ناس بتقول لك هات البتاعه دي وتريح دماغك. يعني انت جبت البتاعه دي خلاص؟
طب متشكرين قوي، تعال نبص عليها. دي عليها بقى الرنات، هننزل رنات مش هتبقى موجوده في اي حته. طب والنبي ممكن تنزلي نخمتين، واحده لإليسا والثانيه لإليسا؟ اصبر بس اصبر، انت روحت المهم الراجل قلت له كلمه سر واداها لك؟ اه قلت له الحياه حلوه، قال لي لا يا عم الحياه حمراء. قلت له لبنى عسل عامله ايه؟ سلم لي عليها، دي سكر قوي بموت فيها والله. لبنى عسل دي بس ما سالتوش على تياترو مصر؟ لا ايه تياترو مصر ده؟ طب شوف مين اللي هيقبضك. شوف ايه ده ايه ده ايه ده ايه؟ يا نهار اسود، ايه السي دي؟ في حاجات قبيحه ولا ايه؟ قبيحه ايه؟ ما لو حاجات قبيحه كنت اتفرجت انا وانت. امال ايه؟ انت جبت السي دي ده منين يالا؟ هو اللي قابلني في المطار وقلت له كلمه سر التهولي على طول. يا نهار ابيض، ده السر ده عليه اسرار مهمه جدا للبلد. وفي شخصيات مطلوب تصفيتها. الراجل ده تعرف اسمه؟ لا. طب هو ممكن تكون الرساله بتاعت السي دي دي جات لك غلط؟ جات لي غلط ازاي؟ اقول لك ازاي. يعني انت رقمك اخره 57 اما هو بعتها الرقم اخره 58، او يكون مثلا مسكلك مخلص طح ام بعتها لواحد تاني اسمه مخلص فحت. يعني بتحصل دي اخطاء دايما في الرسائل. ليه بقى؟ لان انت عندك كل رساله دي اخطاء من ثلاث شركات. ممكن يقعد يلغي لمده 3 ايام. احنا نعمل ايه بقى؟ نقول لهم ايه كده؟ ثلاث ايام انتوا ناس طبعا وراكم اشغال، مش كل رساله تيجي زي الثانيه. ما ينفعش نقعد نستنى عليك تبعتي الرساله. احنا ندخل على المشهد اللي بعده على الرقم قبل الرساله. ما تبعتش. خش يا معلم على اللي بعده. ليه بقى؟ لان انت ممكن تبعت رساله. انا الحمد لله ربنا كرمني وغيرت خلاص. بعد ما غيرت الحمد لله المحل بتاعي بعد ما كان مكتبه بقى خلاص كمبيوتر وموبايلات. اللي انا كنت بحلم بيه طول عمري اتحول وبقى كمبيوتر وموبايلات. نعمل ايه بقى؟ ولا جلده يا مخلص. ايه ده؟ ها نظف المحل يالا كويس يالا. انت مستني حتى يا مخلص؟ انت مالك؟ انت مستني حد ولا مش مستني حد؟ خليك في حالك. انا اسف اسف. طب ايه يعني انا قدام الزباين كده انت ما بتتضايقش لما اقول لك مخلص انت عسل قوي والله؟ قدام الزباين لازم تتعامل معايا بشكل محترم يا يعني تقول لي يا استاذ مخلص، يا حاج مخلص، يا مخلص بيه، يا باش مهندس مخلص. لازم تديني قيمتي، ما تقولش مخلص دي. تمام. فاهم ولا لا؟ تأمرني لو سمحت. ايه خدامك؟ خدامك ويا باش مهندس مخلص ويا كبرنا يا مخلص واديني امتياد وما تقوليش يا مخلص. ولا ولا روح هات لنا اتنين حاجه بتاع. ماشي يلا. ماشي. طب استنى نشوفها عايزه ايه بعد كده هكتب لها. انت مالك انت؟ هنشوف. تحت امر. لو سمحت انا عايز الزق شاشه. تلزقي شاشه؟ سكرين يعني؟ لا سكرين دي شغلتي ولا ايه يالا؟ ده شغلتك طبعا. احكي لك حكايه على الموضوع ده. هو احسن واحد بيلزق في البلد. ليه بقى؟ من كتر ما بيلزق حلو كانوا هيسموه امير. ليه؟ حلو ان انت فتحتي. ليه؟ كان ممكن تضحكي وتقفلي الموضوع، انما انت عايزه ترغي. يعني من كتر ما بلزق هيسموني امير؟ بجتهد والله. ما تجتهدش، مش عايز اجتهاد، بلزق وخلاص. وانت ما تلزقش الناحيه دي. اتفضل روح هات لنا اتنين حاجه ساقعه. عادي اجيب اتنين تاتوله؟ تاتوله؟ اتنين تاتوله كده بشاليمو تقعد برنس. طب ماشي يا عم هات تاتوله. وعندك احلى اتنين تاتوله. اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي حضرتك، ارتاحي وانا ثواني الزق لك السكرين اللي انت عايزاه. ازيك يا مخلص؟ عامل ايه يا مخلص؟ ايه ده؟ حضراتكم مين؟ اهلا وسهلا. الحياه حلوه؟ لا الحياه حمراء. هو حضرتك جنكاس شايبوبسك نمله كيما حنين التربق اتفنشر كلاكسي ولا عاده؟ انت كلاكسي ولا عاده؟ هو ما قالكش فين بالظبط؟ انت مخلص؟ ايوه مخلص. امال مش فاهم ليه؟ فاهم بس عامل مش فاهم. يعني انت مش عارف احنا مين؟ انا حضرتك المطار. حياه حلوه، حياه حمراء، سيدي. انا عزه العليلي عب عزيز مخيون. عب عزيز اهلا وسهلا. دي اسامي يعني بتحاولوا تتخفوا فيها. واضح انك مستنينا. طبعا يا باشا مستنيكم. الشنبوره في الجرنيطه بلعان كراكه. فين الاسطوانه اللي وقعت في ايدك بالصدفه؟ هو يا دي ترجمه اللي هو قاله بالظبط كده. حضرتك مفيش حاجة في الدنيا دي صدفة أبداً. أنا ربنا وقع السيديهية دي في إيدي عشان أعرف اللي أنتوا بتعملوه والأسرار بتاعت البلد اللي أنتوا حاطينها والشخصيات اللي أنتوا عايزين تختلوها. إيه ده، أنت عارف كل حاجة ولا إيه؟ طبعاً عارف كل حاجة. بس كله بالحجارة. دبوا لبستك الجداح. هنديك 100,000 جنيه.
100,000 جنيه يمكن يا باشا لو انا ما كنتش شفت اللي موجود على السي دي كنت ممكن اخد اقل من كده، لكن اللي على السي دي ده مصيبه سودة. عايزين تبيعوا البلد ب 100,000 جنيه حتى وانتوا بتبيعوها مش عارفين قيمتها؟ يعني ايه؟ يعني يا باشا دي مصر يا باشا، ما ينفعش اخد اقل من مليون. مليون جنيه؟ لا مليون دولار. نعم. ايه مليون دولار؟ دي مصر يا عم، مصر يعني الاهرامات، يعني النيل، يعني الازهر بارك، يعني حديقه الحيوان بالجيزه. انتوا بتتكلموا في ايه؟ ايه يا عم انت بتساومنا ولا بتنشط السياحه؟ هتدفع المبلغ هديك السداهيه، مش هتدفع المبلغ السداهيه موجوده في مكان امين، ولو حصل لي حاجه هتتمرمطوا. ولعلمك ولعلمك عبد الرحيم علي لو خد خبر بالسداهيه دي ها بالصندوق الاحمر بتاعه هاي مرمطكم بقى. انت مخلص انت، ده انت طلعت اوطى مننا. جنكاس شيبوب سك نملة كيمة حنين التربق اتفنشر كلاكس ولا عادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه اللي انا سمعته ده؟ ايه ده انت مين؟ سمعت ايه؟ انا سمعت كل حاجة. لا 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 سمعت كل حاجة، انت كنت عايزة سكرين. السكرين بتاعتك اهي جهزت حضرتك، اتفضلي. ومش عايز ال 15 جنيه. يعني ايه؟ يعني ايه اسمع مؤامرات واغتيالات ووطن بيضيع وصفقه بمليون دولار وتقول لي خد السكرين؟ عايزني اموت ضميري؟ امال عايزه ايه يعني حضرتك؟ انا اسمع سيرتي فلوسك جنن. انا عايزه نص مليون. نص مليون جنيه؟ نص مليون دولار. نص مليون دولار ليه؟ وانت عملت ايه يعني؟ وانت عملت ايه يعني؟ انا الصدفه وقعت السي دي في ايدي. وانا الصدفه خلتني اقعد هنا واسمع. يا بنت ال هي معاك في الليله ولا لا؟ ماشي افكر. لا فكر بسرعه. سيدي زي ده عبد الرحيم علي لو شم خبر عنه هيدفع عمره كله عشان يعرضه عنده في برنامج الصندوق الاخضر. فكر كويس ورد عليا بسرعه. سلام. ولا بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ ماشي نفكر ونشوف ايه اللي هيحصل، بس اكيد هنلاقي حل. صباح الخير يا باشا. هو راح فين ده؟ اهلا يا شريف. صباح الفل يا فندم. شفيتهم يا باشا؟ عفيتهم يا شريف. ها ايه الاخبار؟ عملت ايه في المهمه اللي انت قايم بيها؟ جبنا المتهم سعادتك وكل المعلومات المطلوبه عنه. فين بالظبط؟ اهي سعادتك. ايه ده؟ دي فلاشة. فراشة؟ فراشة ايه؟ بقول لحضرتك فلاشة، دي فلاشة ساعتها. فلاشة؟ مش فاهم، يعني أنا آخد المتهم أروح لوكيل النيابة أدعك الفلاشة دي يخرج المتهم يقول شبيك لبيك المتهم بين إيديك؟ لا يا باشا، المتهم واقف بره، دي بس عليها المعلومات المطلوبة عنه. معلومات؟ التقرير اللي حضرتك طلبته مني. دي فيها تقرير؟ أيوه. انت بتستعبل ايه؟ واضح انك ما قمتش بالمهمه على اكمل وجه. ليه يا باشا؟ ده عليها تقرير يجي من 150 صفحه. البتاعه المعفنه دي فيها 150 صفحه؟ ده ما استعنش اسلك بيها اسناني. عادي. انت بتتكلم ازاي؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بتهزر ولا ايه؟ والله بتكلم جد، دي عليها 150 صفحه. 150 صفحه؟ بسم الله ما شاء الله على التكنولوجيا اللي احنا وصلنا لها. ودي نحطها فين؟ هنحطها فين سعادتك؟ هيحطها في اللاب. ايه اللاب ده؟ الكمبيوتر. كمان غير اسمه؟ ما غيرش اسمه. ما غيرش اسمه ولا حاجه سعادتك. هو اللاب هو الكمبيوتر اللي على المكتب. اللاب هو الكمبيوتر. ما شاء الله، الله اكبر. ايه التكنولوجيا اللي احنا هنطالب الداخليه بعثه لامريكا سنه كامله عشان نطور التكنولوجيا دي. بعثه ايه وسنه ايه يا باشا؟ ما فيش اي ده، حته فلاشه هنحطها في اللاب. كده زي حضرتك لما ايه الحراره بتعلى بنحط لحد البوس. ما شاء الله. بص سعادتك، يعني اي حد يعيا تحط له البتاعه دي تنزل الحراره. شريف اتفضل. لا لو انا عييت ولا حاجه ارجوك ما تحطش البتاعه ديت. ما تقلقش يا باشا، انا احب فوار كده واخده وابقى السخونيه تروح على طول لوحديها. عيب يا باشا، انا جوز بنتك ما اعملش فيك كده. تمام. تعال بقى يا باشا شوف التقرير لو سمحت. ما شاء الله على التكنولوجيا.
ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ الله اكبر، الله اكبر. نصلي ركعتين شكر لله على التكنولوجيا دي. الله يكرمك، الله يكرمك. عايزين نخلص شغلنا. تكنولوجيا ايه؟ احنا بعد ما نخلص لما نطلع عمره انا وانت. ماشي. اها، مخلص عبد الله مخلص. ابو عزيز، ابو عزيز. ابو عزيز؟ ايوه فهمت. مخلص، ما كله ماشي. مخلص عبد العزيز مخلص الشهير بمخلص طحن. ندل، ندل طحن اسمه ابوه عبد العزيز عشان يتقال مخلص طحن. ده حقيقي يا فندم، معروف عنه انه ممكن يبيع اي حد عشان مصلحته الشخصيه. اه، اديني امثله كده. ما فيش من سنه سعادتك سلم واحد جاره كان شغال حرامي سرق شنطه فيها 200,000 جنيه. برافو عليه، ده راجل كويس جدا. مش دي القضيه سعادتك، هو سلمه عشان خاطر يقبض 10% مكافاه الشرطه. مخلص. ما هو قبليها اخذ منه 20% في مقابل انه ما بلغش عنه حقه. قبليها قال لصاحب الشنطه هقول لك مين اللي سرقها بس اديني 20% مكافاه غير مكافاه الشرطه. لازم ياخد المكافاه على اكمل وجه. يا باشا انت تعليقاتك غريبه وانا بحكي لك حكايه وانت مركز في ايه؟ اجمل وجه ايه؟ ده بني ادم ندل زباله. صدق بالله خطيبته اللي هي خطيبته قعد 3 شهور يقنعها ان هم يخرجوا سوا. بعد ما نزلت وافقت راح بعت رساله لابوها قال له الحق بنتك نزلت من وراك. واكيد ابوها راح راقبها. ايه احكي لي تاني. بقول لك يا باشا بلاش دي. بلاش دي. كان عايز فلوس من ابوه ما رضاش. راح جايب له مسدس ميه بيهدده بيه. مسدس ميه؟ كمل لي. يا باشا بقول لك مسدس ميه. قصدي اقول لك كام لتر. يا سلام. فرق معاك في ايه؟ انا بحكي لك قصه بتركز في حاجات غريبه قوي يا باشا. تفرق، تفرق كتير قوي يا شريف. المسدس ده في ميه ساقعه ولا ميه سخنه؟ هو رش ابوه في الصيف ولا في الشتاء؟ لو رش ابوه في الشتاء والميه دي ساقعه ابوه هيسخن درجه حرارته عليها هنضطر نحط له الفلاشه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليك يا باشا. طبعا. طب بص يا باشا انا مش هحكي لك حاجه تاني، انا بس كل عايز اقول لك ان هو بني ادم ندل فخد بالك منه وانت بتتكلم معاه. لا مش ندل، ده سوء سمعه النداله. ايه تاني احكي لي؟ لا خلاص مفيش. طب انا لازم نحسب الحكايه ديت ال 10% وال 20% وال 30% جاز ال 5. خلاص استعمل كالكوليتر، استعمل كالكوليتر. ايه الكالكوليتر ده؟ يا باشا ده من سنه 60 ما فيهوش حاجه ده. كالكوليتر اللي بنحسب عليه. سنه 60 ما شاء الله على التكنولوجيا، ركعتين شكر لله. يلا يا راجل نصلي يا جماعه، يلا انا زهقت. كله تمام يعني، هو موجود هنا؟ يا باشا. ندهولي. يا ابني دخلني محسن يا مخلص يا ابني من عندك. ايوه 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 داخل اهو. ماشي. اهلا يا باشا، تحت امرك يا باشا. لا مش انا، الباشا الكبير اهو. باشا الكبير اهلا وسهلا. باشا ظابط؟ هو دايما مبهدلنا كده. ايوه ظابط. ظابط ايقاع بقى اكيد. تحت امرك يا فندم. يا 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 كوكوش جنبه. يا يا يا. طبعا انت عارف انت جاي هنا ليه؟ صراحة يعني انا عارف. بالنسبة للسي دي حضرتك تقصد ولا ايه؟ مظبوط تمام. حضرتك بالنسبة للسي دي انا مش هقدر اعمل لكم اي حاجة، انا مستني اقبض من الناس الفلوس واديهم السي دي على طول. انت مجنون ولا ايه؟ يعني ايه تقبض الفلوس؟ بقولك ايه، الناس دي كلها احنا مراقبينها وعارفين كل حاجة، احنا بنلم الخيوط بس بندور على الابرة عشان نلضم فيها الخيوط دي ونوصل للحقيقة. حضرتك الخيوط كلها عندنا، السي دي انا لقيته بالصدفة، الناس دول هيدفعوا مبلغ محترم، هديهم السي دي واخد الفلوس، بعد كده اقبضوا عليهم براحتكم يعني يا باشا. يعني ايه اقبضوا عليهم بسعادة؟ بلاش الاسلوب ده معايا، انت مش عارف انا مين؟ يا باشا عارف يا باشا كل حاجة، بس انا معليش أي حاجة، الحمد لله أنا راجل نظيف، أنا زي الفل. يا 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 كوكو جيمبو. يا 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 حضرتك بتخوفني يعني ولا إيه؟ لا أبداً، أنا بحاول أطر الموقف يعني. والسيدهية ديت موجوده معاك وكل حاجه كله تمام. سيادتك يا باشا الناس دول هيدفعوا فلوس، لو انتوا هتدفعوا لي 1.5 مليون دولار انا تحت امرك. يعني يطلعوا كام دولار دول؟ 1.5 مليون دولار يا باشا. مليون ونص دولار؟ ايوه. انت بتساوي بالحكومه ولا ايه؟ احنا ننفخك هنا. تنفخوني ايه وانا عملت ايه يا باشا؟ ده ما ينفعش معايا لا نفخ ولا عنف ولا الجو ده، لو الواد ده فرق مننا والموضوع اتسرب حضرتك اللي هتتنفخ. انا اللي هتنفخ؟ سيبهولي بقى. وبعد كده انت راجل ايه؟ انا مش عايز، عايزك ما تعصبش نفسك. ما انا مش عايز كل حاجه، اتفضل. وجواك طفل. ايه؟ جواك طفل. ايه الكلام الفاضي ده؟ طب روح انت، روح اتفضل. مخلص انسان وطني وجميل وبيحب بلده يا باشا. لا يا باشا الشويتين دول ما بياكلوش معايا، سيادتك الشغل بتاع رأفت الهجان وجمعه الشوان دول احنا اتفرجنا عليهم من زمان، لكن حضرتك هتدفع الفلوس انا تحت ابروك يا باشا. ما اختلفناش يا مخلص، لو اديتنا السي دي هنديك مكافاه كويسه جدا. قد ايه المكافاه؟ انا الفرصه ما بتجيش غير مره واحده سيادتك. خليها مفاجاه. لا سيادتك انا ما بحبش المفاجات. سيادتك قول لي الرقم اشوف اساوي. هنطلع مامتك عمره ان شاء الله على الباخره اللي جايه.
حضرتك الباخره اللي بتغرق. لا حضرتك انا مش عايز. ما تقلقش هنركبها طياره ونخلي معاها واحد يفجر الطياره، ما تقلقش. طب انت عايز ايه يا مخلص؟ خلصني. انا عايز 1.5 مليون دولار هتدفعه انا تحت امرك. هتدفعه براحتك. بتستهبل؟ لا ده احنا ننفخك هنا. ايه بعدين معاك ايه؟ كل حاجه ينفخوا. عصبني عصبني يا باشا، تعال مين انت معانا خلاص. يا كوكو جابو يا يا يا. والله ده انا كنت احبك قوي لو كده فعلا. سيادتك انا تحت امرك، هتدفعوا الفلوس معاكم نمرتي وانا مستني. انا بساوم الناس، الناس دول دفعوا اكتر منكم هديهم هم السي دي. فكروا وردوا عليا يا باشا. سيبنا نفكر يا مخلص. بعدين الولد ده حط عينك عليه، راقب كل المكالمات بتاعته. ها حاضر يا باشا. عايز مش عايز عينك تروح من عنده خالص. حاضر يا باشا. مفهوم؟ حاضر. احنا ممكن نتنفخ هنا. تقصد ايه سعادتك؟ يعني ممكن عبد الرحيم علي ده ينفخك. طول ما انا شغال مع سعادتك الامل كبير ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل يا استاذ. انا بس هستاذنك اخد الفلاشه اكتب عليها التقرير بس. الفلاشه دي كتب عليها تقرير؟ صغر خطك على قد ما تقدر. عينيا يا باشا. اتفضل. الو اميتو، ايه هتعمل ايه؟ بقول لك هات البغبغان اللي اشتريته منك ده، دخلت امبارح لقيته مقطع شرايينه ومنتحر. مش عارف، انا كنت بحبه والله، كنت قاعد اكلمه يرد عليا يقول كلام تاني. طب ايه، يكون زهق يعني ولا ايه ده؟ ولا يكون مثلا بغبغانه بتاعته سابق؟ ما انت احكي لي. ايه ده رصيدك انت؟ طب يا عم في ايه؟ بالراحه علينا يا عم، بالراحه يا عم. في ايه؟ هم كلمه، هم الساعتين اللي بتكلمهم بيقفوا في زورك يا عم. ده انت بيت ممل قوي والله، يخرب بيتك انت. مش عارف انتوا ناس بتيجوا حاجه غريبه. ايه ده؟ طب اقفل اقفل عشان في اتنين كده لولي وهاردي دخلوا عليا. الحياه حلوه والله، دي حاجه بتاعتك انت يعني. انت بالنسبه لك حلوه، انا بالنسبه لي زفت وقطران. انت مين يا ابني؟ انا كلتا. ايه جلد؟ انت سباك؟ لا يا باشا مش سباك. اصل في اي مسرحيه اللي اسمه جلد بيبقى سباك. لا احنا هنا في مسرحنا بنقدم حاجه مختلفه تماما. انا كنت ببيع كتب، فعشان كده مسميني جلدة الكتب يعني. يا خيالك. لا والله ده خيال المؤلف. عمود الهقي بلكون. نفتالين عكاون ايرمز. كلاكس ولا عاده؟ انت كلاكس ولا عاده؟ هو في بخطين وفي بخط واحد. انت تشاور وسيبك بقى من الحاجات اللي بتقولها، انا اجيبه لك على طول. خطين؟ الواد ده يقصد ايه؟ مترو الانفاق. يا جدعان يا جدعان خليكم معايا انتوا بس. انت مين؟ سيد معوض. وانت مين؟ احمد شديد قناوي. معاكوا فلافيو. اهلا يا سيدي. فين مخلص؟ مخلص؟ اقول لك بقى فين مخلص. انا قلبي اتفتح لكم واحكي لكم حكايه صغيره. مخلص كل يوم لما بيجي يختفي بيعمل اختفاء مفاجئ. رخيين قوي. اسفين جدا يا باشا. اسفين انت مستحمله ازاي ده؟ والله اهو بكسب بيه ثواب يعني الحمد لله. ازيك يا مخلص؟ ها فكرت ولا ايه؟ احنا فكرنا ووافقنا على المليون دولار. لا معلش انا غيرت رايي. نعم حضرتك، انا ندلي طول عمري، سيبك من اسمي. هتدفع 2 مليون دولار تحت امرك. سعسع بينك. سعسع براحتك. انا ده الرقم اللي عندي، هتدفعه انت حرين، مش هتدفعه انت حرين. الو ها باشا، وافقتوا؟ الواحد ونص. ايوه كده يا باشا، ايوه كده. ماشي ماشي، خمس دقايق واكلم حضرتك على طول. ماشي يا باشا. ها يا مخلص، هتاخد الفلوس ازاي وهتسلمنا السدهية امتى؟ حضرتك انا مش هسلمكم السدهية، انا جالي عرض اكتر من اللي انتوا عارضينه، هتدفعوا 2 مليون دولار انا تحت امره. جراكن المزلقان. جراكن المزلقان. سقسق بنس. 2 مليون دولار ليه؟ ده مش اتفقنا. انا غيرت اتفاقي، انا ندل يا سيدي، هتدفعه تحت امرك. وبعدين خلي بالك استاذ عبد الرحيم علي. يو هتقعد تقول لي عبد الرحيم عمرو هيعرضه في النيش بتاعه؟ ايه يا عم يعني هتدفع ولا مش هتدفع؟ ادينا فرصه نفكر. ماشي. عمود الهق بلكون. نفتالين عكاون ارمز. كلاكس ولا عاده؟
ايه نايلون وبلابيع النجوم؟ روق نفسك، احنا نشرب 2 عرق توت ونبقى تمام. عرق توت؟ الراجل ده بيبيع مشروبات غريبه قوي. عرق توت؟ هو بتاع التاتول. يعني بيبيع تاتول وعرق توت؟ اه. مش بيبيع حاجه تانيه؟ لا عنده تيتا وتاتو وحسب يعني، مع العرق توت كده حته تيتا وتبقى تيتا؟ اه. انت بتبيع تيتا؟ لا التيتا اللي هي تيتا تاتو. ما مش فاهم ولا انا والله. تاتو ازاي يعني؟ مش فاهم انا اصلا. إيه ما بخشش هنا. انت فين يا مخلص من الصبح؟ مفيش، عمال بسمع الافيهات الغريبه. اروح انا بقى اسيبكم. ايه يا مخلص كنت فين؟ ايه كنت فين يعني؟ انت بتدور عليا ليه يعني؟ انا كنت قلقان عليك قوي. قلقان عليا ولا على الفلوس؟ لا فلوس ايه يا مخلص، هو انت لسه قبضت حاجه؟ اه بس عموما انا خلاص بيني وبين الشرطه كل حاجه اتظبطت وعارفين كل حاجه ومراقبين كل حاجه من بدري، فمالكيش حاجه عندي يعني. الحق مخلص امك اتخطفت يا مخلص. ام انا اتخطفت؟ اه. مين اللي قالك؟ قالك مش عارف، انا رحت لقيت باب الشقه مكسور ولقيت الورقه دي، فانا كنت هموت واقرا اللي جواها، بس قلت الفتول بقى ايه عشان ما تزعلش مني. اقرا لنا انت. طبعا امك تهمك جدا، هتسلمنا السي دي هنسلمك امك، مش هنسلمنا السي دي مش هنسلمك امك، وقول عليها يا رحمن يا رحيم. ايه ده؟ يا باشا يا باشا، الحركات دي يا باشا، تخطف امي كده يا باشا؟ ايه هتقتلوها؟ لا براحتك يا باشا، براحتك اقتلوها، هي اساسا كانت رجل بره ورجل جوه. وبعدين هتعيش ايه اكتر معاشت يعني؟ على الاقل يعني الست هتموت برضو ايه، وتبقى ضامنه مكان في الجنه يعني حضرتك. لا مش هممني خالص. موتوها، انتوا نسيتوها يومين هتموت لوحدها يعني. ماشي يا باشا، مع ألف سلامة، مع ألف سلامة، لو ما جبتوش الفلوس انتوا حرين. يا نهار اسود يا مخلص، انت مش همك امك وهمك الفلوس؟ انت ايه تركبتك دي؟ ايه تركبتي؟ انا لا يهمني ابويا ولا يهمني امي، انا بتاع فلوس وخلاص، انا مخلص سموهوني غلط اساسا. وبعدين انت اساسا مش كنت جايه هنا عشان ايه؟ مش عشان الفلوس؟ لا يا مخلص، انا ممكن اكون في الاول فكرت في الفلوس، لكن لما رجعت نفسي لقيت السكينه كانت سرقاني، ولقيت ان فلوس من غير وطن زي ميت من غير كفن. لا خليك انت بقى في الوطن يا ماما، وانا خليني في الفلوس. ايه ده هتركب انت؟ امال ايه؟ طب حاسب الديكور، حاسب.